ونظرا لهذه الوضعية وهذا الشحن والتأزيم اللي مبارك معاه أوساط الإعلام وأوساط المخابرات موريتانية، أنا قررت أنا برام الدهبيد عني ماني حاضر ذاك اللقاء لمعدل المنظمات الحقوقية السنغالية، وشاكرها جزيل الشكر على مؤازرتها يا قير، طالب منها وليه نطلب منها العدول عن ذاك المؤتمر لمصلحة الشعبين واللي درء المفسدة واللي سد الطريق أمام دعاة الصدام والبلبلة بين الشعبين الشقيقين اللي قطعناها اللي تعود لا تحمد عقباها، وقطعنا المتسببين فيها عن وعي اللي يعودوا ارتكبوا جرم كبير في حق المسلمين في حق الشعبين في حق البشرية في حق الدولتين. والسلام عليكم ورحمة الله.